يا دي زينة، كعادة زي ما أصلا. ذكرنا من المسرح برضه لجوانب تانية فنية تتعلق بالشأن الدرامي، لأنه الدراما برضه بتعالج كثير جدا من القضايا المختلفة بتهم الإنسان، سواء كان في تفاصيل حياته العامة أو في تفاصيل محتاجين نتطرق لها أكثر من خلال المشهد القادم. عبغرين هاي شكرا اتفضل. شكرا. عبغرينو يعني ما نمشي المستشفى، مش فيها طريقة جنى. ان شاء الله ان شاء الله طفي الانابيب، يمكن ربنا يرزقنا. جميلة، هاي بتجيبي لي المي وتقول لي كلام زي ده عشان تشركيني يعني ولا شنو يعني؟ انت مالك انت وامك مسلطين علي؟ مستشفى شنو وطفي الانابيب شنو؟ انا عبقرينو منتلتي، انا ما بحتاج مستشفى، انا ممكن اعمل لك محلول بتاع الحمى. هي دي الحاجه الوحيده اللي ما فيها اختراعات ولا فيها حاجه زي دي. لا لا ما تشربي ما تشربي ما تشربي ما تشربي ما تشربي المحايا. لا لا اسمعني يا شيخنا، الدورة دي جيتك لي كلام صعب 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 صعب. عبقرينو راجل بيت اللي انا ما بريده، لو كم سنة البنية قاعدة ما جابت لها حاجة كده تشيل تهوززة. قال من المعمل حيجيب لها طفل أنابيب. طفل أنابيب يعني شنو يا شيخنا؟ كله خير إن شاء الله. تسلم. أسمع من ده وإن شاء الله إن شاء الله يجيكم الحفيد. يا رب اسمع منك ربي يا شيخنا، وانت ما خذلتني قبال ده. عبقريني يطير في السماء أدار يجيب لي بنتنا صاحب المعمل طفل أنابيب. ده شنو ده؟ لا ان شاء الله تسمعوا كله خير باذن الله. تسلم تسلم لي تسلم لي يا شيخ، الله يخليك لي، طول عمرك واقف معي. وضحتك الله يا شيخ، الله يبارك فيك. وضحتك الله يا شيخ، وضحتك الله. حيا يوم ان شاء الله بنيتي تسلم تسلم. جميلة. نعم يا ماما. انا جبت لك الحاجة دي من شيخ معاز. شيخ معاز؟ اي يعني ما عارفة لكم سنة حسينتي من عبقرين، وذا لا بيت ذا ولا ديملة علينا البيت. أنا دايرة أحفاد أمي. أنا عبقرين وقال لي هو حيعمل لي محلول. لا 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 عليك يا الله، ما تقولي لي يعمل لي محلول ويعمل لي محاليل العجيبة دي. أشربي أشربي مية شيخ معاز دي، مية شيخ معاز دي ما زي حقت عبقرينو. اشربيها اشربي يا جميلة. امي انا خايفة. لكن لما تخافي حبيبتي احمدك يا رب احمدك. لا لا ما تشربي ما تشربي ما تشربي ما تشربي ما تشربي المحايا. لا لا فيش يا دكتور. يا ساتر يا دكتور. دكتور ده عبقرينو ولا شنو؟ يا دكتور في شنو؟ خير. الخير شنو طيب؟ ها؟ حامل. مرتي حامل؟ أنا مرتي حامل؟ حامل؟ أحمدك يا رب أحمدك يا رب. بركاتك 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 يا شيخ معاز. وش زي اختراعاتك الفاشلة دي. قال عبقرينو. تعالي تعالي بالراحة بالراحة. مرقة مرقة بالراحة. كيف الباب بالراحة بالراحة. هاي شنو؟ واي انا الحمل ما تعبني شديد. انا بقيت تعبانة. طيب شنو يا اخي؟ قول بسم الله. انت دابك في الشهر الاول ولا الثاني؟ يا وين متصل الثامن تسوي شنو؟ والله ذكرتني. انا ما بتوحى، انا ما نفسي في بتيخه. بتيخه؟ بتيخه يجيبوا لك من نبت الناس، السوق كله ما فيه بتيخ، وبعدين انت ذاته ما موسم البتيخ. لا يعني انت داير ولدي يقوم في نص وشه هنا بتيخه؟ انا ما بتوحم، الوحم ده ما فيه حاجات كثيرة انت ما عارفه يعني ولا شنو؟ لكن اجيب لك من وين؟ انت مش مقترح؟ هاي وعبقرين. انا ما مقترح، انا مقترح. مقترح يا امرأة يا جاهلة يا ما بتفهمي. اسمه مقترح. بعدين اسمه ثاني كتر خيرك والله كونك اعترفتي بي انه انا مقترح يعني. خلاص كويس،
وقلت انت مخترع ولا مخترح ولا مخترح ده ذاته سوي لي بتيخه في معملك ده. لا لا خلاص انا قلك ده بارا احكي امرقي 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 لكن والله استي انت امي غايت وعذبتوني عذاب اريح امرقي. ماشي وين انت؟ انت ما تقعدي استهدي بالله اقعدي ماشي وين؟ بس وحلات الفور بنتين توأم الحمد لله. حتسميهم منو عشان الشهادات؟ خليك معايا انا يا دكتور. حنسميهم ياسمين واحد وياسمين اثنين. كيف علي من حالاته دي؟ يعني حيكون عندنا ثلاثة ياسمين؟ حالات الدكتور يا اخواني بس ياسمين ياسمين واحد ياسمين اثنين ثلاثة ياسمين لا ياسمين واحد ياسمين اثنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله إذا ما واقع الحمد لله إذا حلم أحمدك يا الله الحمد لله. آي 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 آي, آي.